يا هلا ويا مرحبا بكل متابعين ومشاهدين قناة الذاكرة والفضائية. اليوم احنا حزورتنا مختلفة، تقول اكو شيء فوق النهر وتحت البحر. تعالوا وياي خلينا نشوف العالم ايش راح تجاوب. اكو شيء فوق النهر وتحت البحر، شنو هو؟ شلون؟ فوق النهر تحت البحر. فوق البحر؟ فوق النهر تحت البحر. فوق النهر وتحت البحر. هي حرف من الاحرف يعني. هو فوق شو بلا عيد الياها؟ شيء فوق النهر تحت حرف النون. حرف النون؟ تحت البحر. تحت البحر؟ فوق النهر. فوق النهر. اي فوق البحر تحت النهر، بس خل اقدر شويه افكر. فوق البحر تحت النهر، مو فوق البحر تحت النهر. احرف اي فوق البحر حرف الباء. انه اكو شيء فوق النهر وتحت البحر، شنو هو؟ فوق النهر وتحت البحر. النقطه، النهر بنقطه فوق والبحر بنقطه جوا. اخر جواب عندي. اخر جواب ممكن حرف النون، ممكن السفينه. لا لا لا، حرف النقطه، النهر بها نقطه فوق والبحر بها نقطه جوا. حزرتنا شو تقول؟ تقول اكو شيء فوق النهر وتحت البحر، شنو؟ سفينة. بعد شنو شغلة ثانية؟ اسماك. سفينة لو اسماك. اسماك. اكو شيء فوق النهر وتحت البحر، شنو؟ فوق النهر؟ اعتقد هي احرف السالفة بي. زين اذا احرف شنو تتوقع ممكن تكون؟ يعني نقدر نقول باء. اكو شيء فوق النهر وتحت البحر، شنو هو؟ مي. لا هو فوق النهر. فوق النهر تحت البحر. فوق النهر، يعني فوق النهر هو شنو؟ اكيد الهواء. لا هو شيء مشترك يكون موجود فوق النهر تحت البحر. مشترك نفس الشيء. شيء واحد فوق النهر وتحت البحر. اليابسه.